قد دائما نتابع حالة الحرائق في ولايات الوطن ما دام أن الحدث يفرض نفسه. يتحق بنا عبر الهاتف النقيب رابح بخاري من الحماية المدنية بولاية تيارت. سيد رابح بخاري مرحبا بكم، شكرا على تدخلكم معنا. سيد رابح بخاري، تيارت هي أيضا معنية بالحرائق للأسف، ماذا عن الحصيلة هناك سيدي؟ صباح الخير سيدي، تحية إليك وتحية إلى مشاهدي قناتكم المحترمة. لكل حال بالنسبة لحرائق الغابات، يعني ولاية تيارت على غرار يعني 14 ولاية، خاصة يوم أمس وإن كان حوالي 31 حريق على المستوى الوطني. بالنسبة للحريق اللي شب حوالي الساعة الثانية عشر وخمسة وعشرين دقيقة يوم أمس على مستوى غابة القعدة اللي تبعد حوالي 20 كيلومتر يعني غرب دائرة فرندا، لكل حال كمرحلة أولى دخلت الوحدة الثانوية، ثم كان فيه دعم من طرف أعوان الرتل المتنقي لمكافحة حرائق الغابات. العملية دامت حوالي 4 ساعات، يعني رغم يعني صعوبة في التدخل اللي تمثلت أساسا في ارتفاع درجة الحرارة وكذلك صعوبة المسالك، لكن يعني عزيمة الأعوان يعني كانت في حينها، وين تغلبوا على الحريق وتم إخماده في اللحظات هذه. أعواننا لا زالوا يرابطون في عين المكان من أجل الحراسة الأمنية لاحتمال يعني نشوب الحريق مرة ثانية. شكرا لكم سيد رابح بخاري من الحماية المدنية لولاية تيارت، شكرا جزيلا لكم. أذكر كما قال السيد رابح بخاري، سيد نقيب رابح بخاري، تم السيطرة على حريق ولاية تيارت بفرندا بمنطقة القعده.